وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بعده وفى بعد إخواني الكرام. فنحن الآن في المجلس السابع من مجالس برنامج صناعة طالب العلم قسم المنظومات. اليوم سنكمل هذا المجلس لأنه نحن في العادة نأخذ أربع منظومات أو أبيات من أربع منظومات، يعني نقسم المجلس على أربعة أقسام، كل مجلس كل قسم عفوا نصف ساعة. أخذنا نحن مجلسين بالأمس أو بالأمس، نعم اليوم نكمل. لا داعي نعيد نقول والله ماذا أخذنا في القسم الأول والثاني. الآن لدينا في هذا المجلس عندنا حصة أبيات من نهاية الغاية والتقريب، نظم الغاية والتقريب اللي هو متن في الفقه لأبي شجاع نظمه العمريطي، باب الحج باعتبار أنه قرب الحج، ومن ألفيت بن مالك لا النافية للجنس. نبدأ أولا في الحج، يعني أنا كنت سأبدأ بالألفيت بن مالك لكن خفت الناس أن تهرب، لا يحبون اللغة العربية. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نسمع الآن الأبيات أولا من نظم الغاية والتقريب. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر إن كان حرا مسلما مكلفا وأمكن المسير والخوف انتفى وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع وكلها غير الوقوف تعتبر أو كان كل عمرة بها اعتمر والواجب الإحرام من ميقاته والرمي للجمار في أوقاته وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي مشرفا وترك ما يسمى بخيطا ساترا وأن يطوف للوداع آخرا ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر وركعتان للطواف أكدا كذا البياض والإزار والرداء. إذن نعيد، نحن سنأخذ الآن شرح هذه الأبيات التي سمعناها اللي هي نهاية التدريب في نظم الغاية والتقريب اللي هي الغاية والتقريب اللي هو متن أبي شجاع. الآن نظم نهاية التدريب اللي هو النظم الذي سمعناه، هذا النظم العمريطي اسمه نهاية التدريب، وهو النظم لمتن أبي شجاع اللي هو اسمه غاية والتقريب. الآن هذا شرحه اسمه تهذيب تحفة. خلينا أظهر المؤقت هذا، طيب حتى أشوف أنا قدامي. طيب اسمه هذا الشرح تهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب للعلامة شهاب الدين أحمد الحجازي الفشني المتوفى سنة 1978. موجود هذا شرح هذا الكتاب صوتيا على اليوتيوب للشيخ رشدي القلم، شيخنا الشيخ رشدي القلم، أظن شرح الكتاب كامل يعني يقرأه ويشرحه. هو عفوا هذا فيه الموجود إقناع بشرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني، وشرحه الشيخ رشدي القلم صوتيا، لكن أنا كأني رأيت نفس هذا نهاية التدريب أيضا للشيخ، سأبحث عنه مع كلين. نرجع إلى هنا، فهذا هو الكتاب. سنأخذ الآن شرح هذه الأبيات اليوم التي قرأها هذا من هنا يبدأ الشارح اللي هو الفشني، اسمه الشارح الفشني. طيب احنا طبعا يعني يكاد لا يوجد شرح
لنهاية التدريب إلا هذا PDF موجود مطبوع. هو نهاية التدريب مطبوع المتن وموضوع تحته الشرح، لكن طباعة رديئة وصعب واحد يقرأ فيها، وبدك يعني تحتار تطلع أول شيء على المتن من فوق، بيحط لك بكل كلمة حط لك حاشي انه انزلها تحت تشوف الشرحة وكذا. لا هون شرح هذا متداخل، يعني بيضع لك ثلاث أبيات وبعدين بيشرحها. طيب هذا هو الكتاب يبدأ. احنا لا نضيع الوقت. انا طبعا طبعتهم هون، طبعتهم انا وقرأتهم هون في يعني قرأتهم قبل ما اطلع البث. وضعت انا خطوط هون وكذا، يعني احاول انه ايش انا اركز على هلا. هون يبدأ الشيخ بتعريف الحج، انه لغة القصد والحج والحج. وطبعا انا قبل ان اخرج سمعت كتاب الحج، شرح كتاب الحج كاملا لشيخنا الشيخ صادق حبنكي، سواء من كتابه اللي هو يعني كتاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اللي اسمه أنا أريكم إياه، أو الكتب الأخرى. وأيضا أنا سمعت أيضا شرح هذا النظم باب الحج من الشيخ أسامة الرفاعي، الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي يعني السوري، لأنه في شيخنا الشيخ أسامة الرفاعي اللبناني أيضا حفظهم الله. فهو الشيخ أسامة الرفاعي، أسامة عبد الكريم الرفاعي شرح هذا النظم، نظم نهاية التدريب كاملا في أكثر من 300 شريط درس، يعني عندي يعني موجودات، لا أعرف إذا كان موجودات على اليوتيوب، لكن أنا سمعت باب الحج منه لنهاية التدريب. لهذا يقرأ الأبيات كان الشيخ، ولا الآن أسمعكم على بعضها ويشرحها بعدين هو، يعني لا يتقيد بهذا الكتاب الشرح لكن هو كان يشرحها. طيب فيعني الآن يعني أحاول، أنا طبعا سأحاول أنه ألتزم بالمتن أصلا وبالشرح، ما أستطيع يعني لا أتي بشيء من عندي، يعني أنه هذه كثير صعب واحد يعني أنه يتصرف من عنده أو يأتي بشيء من عنده، فصعب لأنه خلينا متقيدين بالشرح. ولا فإذا هنا يتكلم أنه الحج، خلينا أرافق المؤقت، خليني أطلع معي المؤقت. طيب الحج والحج يصبح، والحج لغة هو القصد، وشرعا هو قصد الكعبة للنسك، وهو فرض على المستطيع، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ولقوله الحديث حج قبل أن لا تحجوا، الحديث في الدار قطني وضعفه، طيب أو سند ضعيف. طيب بعدين بيذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج فقط حجة الوداع تسمى حجة الإسلام، واعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة التنعيم وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجه. طيب يبدأ هنا بهذه الأبيات يشرحها، كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر. إذن يجب عند الشافعية، عندهم العمرة واجبة خلافا للحنفية. طيب الحج واجب بالإجماع. طيب كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر. طيب فالحج، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة أيضا بالإجماع، لاحظ، لكن قد يجب لعارض مرة أخرى غير مرة الحجة الإسلام، مثل النذر أو قضاء عند فساد التطوع، لأنه هو عند الشافعية أنه التطوع المتطوع أمير نفسه، فإذا شاء يعني خرج منه في الصيام، لكن في الحج لا، حتى لو حججت تطوعا ثم خرجت منه أو أفسدته يجب عليك أن تقضي. فلذلك هنا قال وإن العمر فرض في الأظهر، يعني حتى الشافعية عندهم، لأنه هي كلمة الأظهر يعني للشافعي، كأنه الشافعي قولان، أما قضية الأصح والهذا هذا يعني أنه عند الشافعية وجهان، يعني لأصحاب الشافعي لتلامذته أو لعلماء الشافعية، لما يتكلموا أنه الأظهر يعني الشافعي له قولان، الأظهر فيهم أنه العمرة فرض. طيب ولا تجب في العمر إلا مرة واحدة. طيب
وفي طيب بعدين هون بتكلم عن بعض التفصيلات أيضا بيقول لك تنبيه يجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر. إذن يعني يجب إذا تعينت البحر للحج يجب، لكن بشرط إيش؟ غلبة السلامة، لا تيقن السلامة، لأنه تيقن هذا يعني حتى بالبر مش يعني الآن أسلم طريقة للسفر عن طريق الجو بالطائر، لكن حتى هذا غير مضمون 100%. طيب هلا في الحج له شروط وجوب وشروط صحة ستأتي، لكن أقول لك شروط الصحة غير شروط الوجوب. مثلا شرط صحة كل من الحج والعمرة لاحظ الإسلام فقط، فللولي أن يحرم عن الصبي والمجنون ويصح إحرام المميز بإذن الولي، وإنما يصح مباشرة من المسلم المميز. لاحظ وإنما يقع عن فرض الإسلام بالمباشرة إذا باشر المكلف الحر، فيجزئ من الفقير دون الصبي والعبد إذا كملا بعده. يعني الصبي المميز إذا أحرم بالحج يعني صح حجه، لكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام. لاحظ فيجزئ من الفقير دون الصبي والعبد إذا كملا بعده. طيب ف لكن وجوب الحج لا يجب على الصبي، إنما يجب على البالغ. أما لكن الصبي المميز إذا أحرم بالحج لا عصب للولي أن يحرم عن الصبي والمجنون، هذا الصبي غير المميز، ويصح إحرام المميز بإذن الولي. أنه يصح إذا جاء بدليل الحديث أنه قال هذا حج، لاحظ روى مسلم قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قال من أنت؟ قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت آلي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب 12 دقيقة أخذنا. طيب احنا لازم نقرأ 10 صفحات بالضبط من شرح هذا المتن. طبعا هلا هون في بقى شروط للاستطاعة أو تفصيل عن قضية الاستطاعة، لأنه هو كما جاء في الحديث أنه أو في الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ هون يفصل، لأنه هون أصلا بالمتن هو قال كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر. طيب فهمنا هذه أنه واجب الحج والعمرة. طيب بعدين بذكر لك الشروط، أنه ما شروط الوجوب؟ إن كان حرا مسلما مكلفا وأمكن المسير والخوف انتفى، بشرط يجب عليه الحج إذا كان حرا، العبد لا يجب عليه، مسلما كافر لا يجب عليه، وجوب مطالبة يجب عليه، وجوب مطالبة عفوا يعني يطالب بها، لكن بشرط الإيمان أن يؤمن أولا يسلم عن النصراني، لأنه سيحاسب عند الشافعية. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني سيسألون عن فروع الشريعة فضلا عن أصولها. طيب لكن لا يصح منه إذا جاء بالحج، حج واحد نصراني وراح حج لا 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 راح على مكة حج لا 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 يصح منه، حتى لو أسلم بعد الحج يجب عليه أن يحج مرة ثانية. طيب لذلك هنا قال إن كان حرا مسلما مكلفا يعني بالغ عاقل. في شرط آخر، وأمكن المسير والخوف انتفى، بشرط هذه سلامة أنه سلامة الطريق يعني، والخوف انتفى يعني يكون إيش طريق آمن، وأمكن المسير هذه سيأتي الآن الشرط الذي بعده، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له، يعني يجب عليه أيضا بشرط أن يكون عنده زاده عنده أن يكون عنده الزاد زاده والراحلة اللي توصله إلى الحج، وطبعا يكون عنده نفقة ذهاب وإياب له ولعياله هذه، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. طبعا هون الشيخ فصل أنه
لما قال أنه من شروط الحج والعمرة الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ أقول لك نوعان، استطاعة مباشرة واستطاعة أن يستطيع هو بنفسه أن يحج، والنوع الثاني استطاعة بغيره. إذا كان يعني إما هو يستطيع أن يحج فهذه يذهب بنفسه، أو لا يستطيع لكبر أو مرض، فإذن لكن هو مستطيع أن يبعث من يحج عنه بماله فهذا مستطيع للحج، لكن لا يجب عليه بنفسه يرسل من يحج عنه. هذه لذلك قال استطاعة مباشرة واستطاع تحصيلها بغيره. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. طيب بيقول لك بعدين وواجدا لزاده والراحلة، بيقول لك والمعنى أن يكون واجدا لكل ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس حتى السفرة التي يأكل عليها في ذهابه إلى رجوعه إلى بلده، وإن لم يكن له بها أهل وعشيرة، لما في الغربة من الوحشة وانتزاع النفس إلى الأوطان. لاحظتم؟ فلو لم يجد ما ذكر لكن كان يكسب في سفره ما بقي بمؤونته، ما يفي عفوا بمؤونته، نكبر الخط لأن الخط صغير، لاحظ، وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف الحج، يعني هو ليس معه مؤونة الحج نفقة الحج، لكن يستطيع أن يعمل على طريق الحج ويكسب. فهنا بيقول لك في تفصيل انه اذا كان لاحظ فلو لم يجد ما ذكر لكن ما وجد معه نفقة الذهاب والإياب، لكن كان يكسب في سفر يعمل على الطريق ما يفي بمؤونته وسفره طويل مرحلتان فأكثر، قال لك هذا لا يكلف. اذا كان مرحلتان اللي هي يعني هذه مسيرة يوم وليلة اللي يقدروها ب 80 كيلومتر تقريبا، يعني هذه لأنه هو أصلا لا يجب عليه الحج. الآن سيذكر أنه ينبغي أن يستطيع أن يسافر هذا السفر ويكون عنده ما يفي بمؤولته، لاحظ اللي هو يعني يكون يبعد عن مكة مرحلتان فأكثر 80 كيلو فأكثر، ويستطيع أن يعني يذهب إلى الحج مع الراحلة مع النفقة. لكن هنا بقول إذا استطاع أن يكسب في سفره لكن السفر طويل لا يجب عليه أن يكسب، لاحظ، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظيم تعظم فيه المشقة. لاحظ أنه حتى هو إيش لو لم ينقطع يعني عن الركب الذي يسافر معه فهذا فيه تعب، يجمع بين تعب الحج وتعب العمل. يعني كل هذه التفاصيل سنأتي عليها لاحقا إذا بقي وقت. طبعا هنا بعض الآثار في فضيلة فضائل الحج، وأنه الحج كيف يعني تذهب عنه ذنوبه، إذا حلق فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة. هذه بعض الآثار أظن هنا فيها ضعف. طيب هنا بعد ذلك ينتقل إلى البيت الأبيات التي بعدها، أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي والطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. يعني هنا بقى يعدد الأركان، أركان الحج أركانه الإحرام، أولا الإحرام والوقوف يعني عرفة مع الحلق حلق أو التقصير، وع السعي بين الصفا والمروة والطواف، هذه الأركان. وكل هذه أركان للحج وهي أيضا أركان للعمرة ما عدا الوقوف بعرفة، لذلك وقال وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. طيب فلذلك هنا الشارح يقول أن أركان الحج نسرع بسرعة، الإحرام بالنية بأن ينوي الدخول في الحج لقوله إنما الأعمال بالنيات، لاحظ ويستحب اللفظ بما نواه، فيقول
بقلبه ولسانه، فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك. طبعا هو التلفظ بالنية في الحج هذا جائز، بل هو السنة، لاحظ، وممكن من ربما من أوجبه، لاحظ. أما في الصلاة فهذا المختلف عليه، لكن الشافعي قال أنه يجوز إيش التلفظ في النية بالصلاة، وهذه اللي قال لفتة ابن تيمية، قال هذا من أصر عليها يقتل وكذا، عملنا عليها هذه حق مرة. لكن في الحج هذا ما في خلاف، وينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة، ومطلقا بأن لا يزيد في النية على نفس الإحرام، وسمي الإحرام بذلك لاقتضائه دخول الحرم وتحريمه الأنواع الآتية. سيأتي في أنه هذا الحرم يحرم فيه الاصطياد مثلا وكذا، ستأتي. وهنا يذكر بقى السنن، السنن للإحرام، أنه يغتسل، يسن أن يغتسل للإحرام، لاحظ، وأن يطيب بدنه قبل أن يغتسل يعني، ولا بأس باستدامة ذلك بعد الإحرام. وأنه بالنسبة للمرأة أنه تخضب يديها إلى الكوعين، الكوع هذا هنا يعني، وتمسح وجهها بشيء منه، وأنه يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراء ركعتين للإحرام، ركعتين للإحرام، ويستحب دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، هذه كلها مستحبات هنا. وأن أن يكون دخولها من ثنية كداء العليا، ويخرج منها من ثنية كدى، هذه الثنية اللي هي الطريق بين الجبلين، لاحظ. وأنه إذا دخل مكة ورأى الكعبة ندب أن يقول وهو يرفع يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريبا ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، رواه الشافعي. طيب، الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لخبر الحج عرفة، لاحظ، أنه واجبه حضور جزء من أرضها وإن كان مارا في طلب آبق، بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه وقت الوقوف، يعني المغمى عليه هذا لا يصح منه إذا، ولا بأس بالنوم. ووقت الوقوف بعرفة قال من زوال الشمس يوم عرفة، يعني من الظهر إلى فجر يوم النحر، لاحظ. هون يقول لك بقى فليحذر الإنسان من التفريط يوم عرفة، ففيه تسكب العبرات وتقال العثرات وترجى الطلبات، لاحظ. وينبغي أن يستفرغ الإنسان جهده في الذكر والدعاء، لاحظ، وأن يدعي يدعو بأنواع الأدعية له ولوالديه ولمشيخه وأصدقائه، لاحظ. وأنه أفضل ما قال النبيون، أنا أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، هنا بعض الـ الأمور الأخرى اللي هي التعريف بعرفة، التعريف بغير عرفة، اللي هو أنه الناس الذي لم تذهب إلى الحج أنه تذهب إلى المسجد يوم عرفة وتذكر الله وتقرأ القرآن وكذا، هذا ما حكمه؟ بيقول لك ابن عباس قال به، في خلاف، لكن في البخاري أن أول من عرف بالبصرة ابن عباس، ومعناه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة كما يفعل أهل عرفة، ولهذا قال الإمام أحمد: أرجو أن له لا بأس به، وقد فعله الحسن وجماعة، وكرهه جماعة منهم الإمام مالك، ومنهم حتى هنا كما يذكر بعض التابعين، مثلا نافع مولى بن عمر يقول له، كان يقول هذه بدعة، ولذلك هذا يسمى بالبدعة الإضافية، يعني بعض السلف فعلوا فعلا رأوا لا بأس فيه، مثل ابن عباس رأى بالتعريف بغير عرفة، يعني الناس الذي لم تذهب إلى الحج يوم عرفة تجلس في المسجد أو حتى في البيوت تذكر الله وإلى آخره، يعني كأنه تشارك أهل عرفة في الدعاء وكذا، ما رأى ابن عباس فيه ما في بأسا. إمام مالك ومولى بن عمر نافع رأوا فيه بأسا وقالوا هذا بدعة، ما فيها شيء، قول فيها مسخ، فيها قولان انتهى الموضوع. وهكذا المولد، قول المولد فيه قولان، ناس قالوا بدعة وناس قالوا هم الجمهور انه لا، ليس فيه شيء. على كل، الركن الثالث الآن، طبعا الفرق بين أركان الحج وبين واجبات الحج أن الأركان
لا 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 يفوت، إذا فات ركن منها فات الحج، لا يجزئ منه، لا يجزئه شيء آخر. أما الواجبات فإذا فاتت تجبر بدم، مثلا الوقوف بعرفة هذا لا، إذا فات فات الحج مثلا. لكن الآن سيأتي الواجبات مثل رمي الجمرات وكذا، هذه تجبر تجبر بدم على تفصيل الآن. فإذا عندنا الحلق والتقصير، لاحظ لتوقف، شوف التحلل عليه مع عدم جبره بالدم كالطواف، وأقل 13 شعرات، ولاحظ وهذه يعني يحلق أو حتى ينتف أو حتى تكون قصا أو إحراقا أو نتفا، يعني أنه يزيل 3 شعرات فأكثر. يعني الركن الرابع لاحظ هذا السعي بين الصفا والمروة، لاحظ يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. وواجبات السعي 3، أن يبدأ بالصفا، هذه واجبات لاحظ، لكن هو السعي من حيث هو ركن لا يجبر بدم تركه، لكن هذه واجبات السعي بقى. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ابدأوا لقوله صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بما بدأ الله به، وأن يكون السعي 7 أشواط لاحظ، وأن يسعى بين بعد طواف ركن أو قدوم، ليس كل مرة يطوف يسعى، لا بس بعد طواف الركن أو الإفاضة أو بعد القدوم، مثلا بعد طواف الوداع لا يحتاج إلى سعي، بحيث لا يتخلل بين السعي لاحظ وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف القدوم لم يسن له إعادته. ويستحب هنا مستحبات في الصفا في السعي بين الصفا والمروة، أن يرقى، يستحب أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامة، لكن المرأة لا يستحب لها أن يعني أن تصعد على الصفا أو المروة لأنه أستر لها، يعني إذا ما صعدت. وإذا صعد قال اللهم، وإذا رقي قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، لاحظ بيد الخير وهو على كل شيء، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا، ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، وأن يمشي أول السعي وآخره، وأن يعدو في الوسط، هذه اللي هي السعي، وموضع النوعين معروف. وأما المرأة فلا ترقى إلى الصفا والمروة لأنها أستر له. لاحظ بعدين بيقول لك الركن الخامس الطواف، طواف الإفاضة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا ركن، لكن الواجبات التي فيه أنه 8، ستر العورة الأول، الثاني أن يكون طاهر من حدث أصغر والأكبر، وأن يكون طاهر من النجاسات لاحظ، وأنه يجعل البيت على يساره مرة تلقاء وجهه. وأنا سمعت من شيخنا الشيخ صادق عبنكي أنه حينما يطوف لا يجوز له أن يلتفت إلى الكعبة وينظر إليها، لا ينظر تلقاء وجهه، لاحظ، لذلك وقال جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، لا يجوز أن هكذا هو يطوف حول الكعبة يفعل هكذا ينظر إلى الكعبة، حتى قال الشيخ صادق أنه هذه لا تحسب له طوفة هذه الشوط. والرابع نزول قابل لك، هذا من الواجبات، جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه. الرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له بجميع بدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، يبدأ بالحجر الأسود، بدأ قبل ذلك لا يحسب له حتى يصل إلى الحجر الأسود، هذا الآن سيبدأ بالشوط الأول، فإذا انتهى إليه بدأ منه. ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض الجدار، أنه هو الشاذروان الكعبة هكذا وفيها مثل الدرج جوا، هذا ما بيصير يصعد عليه لأنه هذا الشاذروان هذا صار هو داخل الكعبة الآن إذا وقف عليه من جوا. لاحظ ولو مشى على الشاذروان، لاحظ على عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته، لاحظ أو دخل من أحد فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه، لأن هون في هذه نصف الدائرة هذه من البيت، لذلك الطواف يكون خارجه، بيصير يطوف يدخل من جواته، أنه هذه تعد من البيت. والخامس، خامس الواجبات، أن يكون واجبات الطواف أن يكون 7. السادس أن يكون في المسجد
حتى ولو كان من فوق على السطح. السابع نية الطواف. الثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم، أنه ينبغي أن ينوي أنه هذا الطواف هو جاء يأتي للطواف مخصوص، مش أنه ينوي يأتي ليبحث عن واحد يعني مدين له. يعني سنن الطواف بقى أنه انتهى الوقت طبعا، أن يمشي ما أن يطوف ماشيا، يستلم الحجر اللي هو الحجر الأسود أول طوفة ويقبله ويضع جبهته عليه، فإذا عجز استلم يعني فقط يستلمه بيده، يلمسه بيده.